إن شاء الله يصير انتخابات تشريعية ونغير كل اللي بنشوفه من يعني نتأمل من الله إنه يصير انتخابات والشعب كله يوعى لهاي الأمور. الفصائل كلهم ما أنت شايف في الوطن، كل واحد منفصل عن الثاني. إن شاء الله ربنا يجمع الشمل بينهم يا رب. بالنسبة للانتخابات أنا بتوقعش إنه راح يصير انتخابات. ليش؟ لأنه حاليا الساحة ما يعني بتنظر لها ما فيش انتخابات، لأنه في ناس بتدير حالة الانقسام، يعني عايشة إنها كيف تدير حالة الانقسام وكيف إنها تمتد وتطول على حالة الانقسام. فتوقعاتي مش راح يصير، لأنه نحن نعيش في مرحلة إدارة الانقسام. لا مش راح يصير انتخابات، الوضع الأمني مش مستقر بشكل عام، يعني الفصائل مش معنية إنه يصير انتخابات، والاحتلال برضو مش معنى يصير انتخابات. طب أكيد راح تصير، كل الانتخابات المعادة راح تصير أكيد، ليش مش معنية؟ يعني كله بصالح الشعب. إن شاء الله خير. والله ما أتوقع بالظروف اللي احنا عايشينها في الحروب، وشايف المستوطنين، وشايف ما بتوقع فيه انتخابات. لا والله. شو السبب؟ والله السبب ان الحمد لله اليوم عمري 50 سنة، وكل ال50 سنة يعني من اكثر من 20 سنة مرة واحدة صار انتخابات. اللي ماسكين الوضع مش معنيين فيها انه يتغير اشي. نأمل من الله انه يحصل انتخابات تشريعية ورئاسية، لانه الوضع غير مجزي، يعني مش إشي مشرع أو إشي قانوني في البلاد.